بسم الله الرحمن الرحيم. الاناتوميكال لاند ماركس يعني العلامات التشريحيه الموجوده يعني انترا اورالي، دا اقصد عليها هسه حاليا، حتى اقدر اسوي ديزاين مضبوط للكومبليت دنتشر مالتي لازم انا يكون عندي معرفه شامله بالاناتومي مالت الريسيدوال ريدج مالت الاورال كافيتي هذا البيشنت. الميوكوزا مالت المريض او اللثه راح تشوفونها مو نفس التركيب مالتها، مو نفس التكوين بكل انحاء الاورال كافيتي. زين البون نفس الشيء، مو نفس كل المناطق نفس البون موجود بيها. زين هذه احنا سميناها قلنا الاسنان، تعرفون هاي المعلومه المفروض بعد ما تنقلع الاسنان الالفيولار ريج راح يصير اسمه ريسيدوال ريج. هذا الريسيدوال ريج الجزء اللي باقي بعد ما انقلعت الاسنان بمناطق تتحمل الضغط اكثر من مناطق ثانيه. زين فلازم أني أكون عندي دراية شاملة عن كل المناطق الموجودة تفيدني بالديزاين، حتى أعرف أنه هاي مناطق تحمل الضغط أصل الضغط عليها، هاي مناطق تحتاج أخفف الضغط أسوي الريليف عليها. زين حتى بالطبعة مالتي، حتى نوع الطبعة، هذه المناطق علي بطريقة أخذ الطبعة وبمادة أخذ الطبعة. زين عندي بداية راح ناخذ المجزلة، نشوف الاناتوميكال لاند ماركس اللي موجودة بالمجزلة اللي هو الأبر آرتش. زين للسهولة، لسهولة الشغل أو سهولة الكلام، راح أقسم المناطق إلى أو الاناتومي مالت المجزلة أقسمها إلى ثلاث مناطق. مناطق أسميها limiting structures يعني حدود محددة، هذه المناطق تحدد لي نهاية الدنتشر مالتي، الطقم لازم يوصل لهذه المناطق وما يتجاوزها، لذلك اسمها limiting أو محددات. مناطق ثانية هي supporting structure تعطيني support تعطيني الدعم للدنتشر مالتي، ومناطق اسمها relief structures لازم أخفف الضغط عليها. limiting structures راح أدرسها هسه اللي هي labial frenum, labial vestibule, buccal frenum, buccal vestibule, هاميولار نوتش، بوستيريور بليتال سيل اريا اللي هي الفايبريتنج لاين، وفوبيا بليتايني. سبورتنج ستراكشرز اكو مناطق ذكرنا قبل شوي انه هذه راح تعطيني سبورت للدنشر، مناطق اعتبرها برايمري ستريس بيرنج اريا يعني اغلب السبورت راح ياخذه من عندها الدنشر، وعندي مناطق يسموها سكندري ستريس بيرنج اريا. البرايمري ستريس بيرنج اريا هي هارت بليت و posterior lateral slope of residual alveolar ridge. secondary stress bearing area اللي هي روجي area و maxillary tuberosity. زين المناطق عندنا بعد قلنا المناطق الثالثة اللي هي هذا ما يصير أسلط عليها الضغط، راح يتأذى المريض، فهنا لازم أخفف الضغط اللي عليها اللي أسميتها relief areas، تشمل لي incisive papillae, cuspid eminence و mid palatine raphe. زين بالنسبة للليميتينج ستراكشرز اللي عندنا مثل ما قلنا ليميتينج معناتها هي اللي تحدد لي النهايات الدنشر وين المفروض تكون. أول واحدة عندي الليبيال فرينوم اللي هذه هي مأشر عليها السهم هناية، هذه تقدر أوقف قدام المراية أسحب شفتك لي قدام راح أشوف أكو فد فول فد هيك ميوكوزا طالعة من الأبر اللي برايحة للجنجفة اللي بين الأسنان الأبر. فهيقول لك fold of mucous membrane يعني هي ثانية من الميوكوزا جاية من الميوكوزا lining السطح الداخلي مالت الأبر ليب لحد الريسيدوال ريج الليبيال سيرفيس مالت الريسيدوال ريج. هذه هنايا لما أنا أجي أسوي الدنشر للبيشنت لما ألبس الهيا راح يلخ، إذا أنا مسوية الفلانج مالت الليبيال فلانج عالية راح يلخ بهاي الفرينوم، أول شيء أذي المريض، ثانيا ما بيها ريتينج يعني هذه تنسحب، هذه فليكسيبلتي بيها ريزيلينت من تنسحب تتحرك توقع الدنشر، فاني اسوي فتحه بالدنشر هنا اسمها النوتش ليبيال نوتش حتى تطلع من عندها هذه الليبيال فرينوم. هي ما بيها مصل فايبر اند انسيرت ان ا فيرتيكال دايركشن ويتش كرييت ماكسيلاري ليبيال نوتش ان ذا ماكسيلاري امبريشن اور دنشر. زين مثل ما ذكرنا انه اني اسويها نوتش بالدنشر مالتي وحتى بالامبريشن راح تصير لها نوتش. بعدين عندي الليبيال فيستيبيول،
labial vestibule هو هذا اللي مؤشر عليه السهم الأسود. vestibule معناتها أخدود، جايني من labial frenum مستم يعني posteriorly إلى موجود عندي frenum ثانية تشبه labial frenum هي البكال frenum، فالمسافة اللي بيناتهم هي هذه labial vestibule. زين ميديالي منو إلها؟ ميديالي الرسيجوال ريج. ولاترالي منو إلها؟ لاترالي موجودة الأبر ليب، الميوكوس ممبرين مات الأبر ليب. Again ما بيها مصل فايبر. الدنشر مالتي لازم يفوت للفول ديبث مالت هذا الفيستيبيول، يوصل للنهاية مالته فول ديبث. شلون اعرف انا الفول ديبث؟ هي الميوكوس ممبرين راح يصعد ابورد وبعدين يصير ريفلكشن وينزل للتشيك، فمنطقة الريفلكشن منطقة انعكاس الميوكوزا ارتدادها هي هذه الفول ديبث اوف ذا فيستيبيول. حافة الدنشر اللي تدخل بهذا بالليبيال فيستيبيول اسمها الليبيال فلانج. عندي البكال فرينم تشبه مشابهة للليبيال فرينم، هذه اللي مأشر عليها السهم، نفس الشي فولد أو فولدز أوف ميوكوزا، لأنه sometimes أكو أكثر من واحدة، شكلها حجمها يختلف. تجي من البكال ميوكوس ممبرين ريفلكشن ما تتشيك باتجاه الكريست أوف أو الألفيولار رج، وأجين ما بيها مصل فايبر. الدنشر مالتي هنايا نفس الكلام راح يصير بي نوتش، فسميتها البكل نوتش، موجودة بالدنتشر وبالإمبريشن هماتي أنا. وهاي النوتش لازم تكون عريضة بما فيه الكفاية حتى تسمح بحرية الحركة هنا مالت البكل فرينم بدون ما تأثر على الريتينشن، بدون ما توقع لي الدنتشر مالت المصل. وسنز انه هذه المتصلة بالتشيك من الداخل باللايننج سيرفيس او اللايننج ميوكوزا اوف ذا تشيك، فالمصلز اللي موجودة بالتشيك تأثر على الحركة مالتها. مثلا عندي الاوربيكولاريس اوريس مصل تحاول تسحبها دائما فورورد، وعندي البوكسينيتر مصل هاي تحاول تسحبها باكورد، لازم اسوي لها فتحه نوتش عريضه بالبكل فلانج مات الدنشر حتى لما تتحرك ويا عضلات الخد ما تاثر على الدنشر مالتي، ما تخلي يوقع من مكانه. عندي البكال فيستيبيول وهو نفس الكلام مات الليبيال فيستيبيول، يمتد من البكال فرينم ديستالي. زين لاترالي نفس الشيء، لاترالي هنا أنا عندي تشيك وميديالي عندي الرسيجوال رج. زين الدنشر فلانج لازم يدخل للفول ديبث مات الفيستيبيول، وشان نعرفه قلنا يصير الرفلكشن مات الميوكوزا منه. مهم كلش إلا من أفوت الفلانج مات الدنشر بالفول ديبث أوف ذا فيستيبيول، كلش مهم حتى ينطيني الريتينشن مات الدنشر. فالمفروض الدنشر ديستالي يملي هذا الفراغ تماما إلى حد الفول ديبث، مو أكثر من اللازم within its physiological limit، ما أخليه يضغط بالمنطقة، لا يمليها لحد الفول ديبث مالتها وفقط. عندي الهاميولار نوتش، هاميولار نوتش هي لوز ناروك ليفت أوف لوز كونكتيف تيشو بتوين ماكزيلاري تيوبروستي أند تيريغويد هاميولاس أبروكسيماتلي 2 ملم أنترو بوستيريرلي، إت إز يوزد أز أ باوندري فور بوستيرير بوردر أوف ماكزيلاري دنشر. خلينا نصعد على الصورة اللي فوقها وين المؤشر مالتنا هياتها. زين هذه الماكسيلاري تيوبروسيتي، هاي المنطقه هنا اسمها الماكسيلاري تيوبروسيتي، هاي تقدر تلمسها بايدك، دخل اصبعك لي ورا نهايه الاسنان ورا اخر سن راح تحس بهاي الراونديشن اللي هنا، هذا ماكسيلاري تيوبروسيتي. احنا متفقين هذا بكال فيستيبيول. زين البكال فيستيبيول امتداده بوستيريرلي ورا الماكسيلاري تيوبروسيتي، هاي المنطقه بالضبط، هاي هنا هي الهاميولار نوتش. زين لي وراء اكل التريغويد هاميولاس التريغويد بون الموجودة هنا بوستيراري لها، وقدامها موجودة هاي الرسيجوال رج، مثل ما قلنا هي امتداد للبكال فيستيبيول صايرة وراء الماكسيلاري تيوبروسيتي. ليش المفروض اعرفها اني؟ لانه هي بوستيرير ليميت مالت الدنشر، المفروض البوستيرير بوردر من ناية توصل لحد الهاميولار نوش وتمتد على عرض البلت الى الهاميولار نوش بالجهة الثانية. عندي بعدها سمنو الفايبريتينج لاين. فايبريتينج لاين هي مو فد شيء طالع بحلق البيشنت، هو خط وهمي، هذا اني اللي ارسمه بالبيشنت ماوث، ارسمه اكروس ذا بلت، هذه على امتداد البلت من هاميلار نوش موجوده بجهه الى الهاميلار نوش بالجهه الثانيه. زين هي تقريبا يعني اريا رذر لاين، هي منطقه اكثر من كونها لاين.
الشكل مالتها يختلف حسب الاناتومي مالت البلد مال هذا البيشنت. البوستيريرلي مت نهاية الدنشر بوستيريرلي لازم يوصل لحد هو هذا الخط نهاية البوستيرير للدنشر اسمها البوست بوستيرير باليتال سيل اريا. زين لازم توصل لحد الدنشر هنايا. هاي شلون رسمناها احنا؟ هذه هنا رسمناها بالبيشنت ماوث، ولما اخذت له طبعة انطبع القلم، هذا قلم كوبية انطبع على الامبريشن هناي، وحتى اذا لبس دنشر بيز راح ينطبع على الدنشر بيز، فاني اعرف شلون المفروض وين نهاية الدنشر راح تصير، لانه هو هذا الخط دليل انه الدنشر لازم يوصل لحد هذا الخط، ما يتجاوزه اكثر ولا يصير اقل من عنده. عندي الفوفيا بلاتايني هي تو اندنتيشن، يعني مثل خسفات صغيرونة موجودة حوالين الميدلاين، هذا الميدلاين هناية. هي عبارة عن كواليسنس او سيفرال ميوكوس جلاند دكت، اتحاد الدكتوت مالت الماينر سليفر جلاند الموجودة بهاي المنطقة، تصير على شكل هذه تو اندنتيشن. الوظيفة لها انه هي جايد تدليني على مكان الفايبريتنج لاين. زين خلصنا الليميتنج ستراكشر، نجي على سبورتنج ستراكشر. هي ستراكشرات اللي الدنشر مالتي راح ياخذ السبورت من عندها. زين هذه الستراكشرات تتحمل لها قابليه انه تتحمل الفورس مالت الماستيكيشن وما يصير بها ريزوبشن او مينيمم ريزوبشن تصير. زين فلازم الدنشر مالتي اسوي له ديزاين بطريقه انه كل اللود او موست اوف ذا لود يجي على هذه المناطق حتى احافظ على باقي التش فاونديشن اريا. ممكن تكون برايمري ستريس بيرنج اريا زين موجودة اللي هي جزء الهوريزنتال بورشن مالت البلت، هذا الجزء الأفقي مالت البلت اللي هو لاترال للميدلاين، هذا الميدلاين جزء اليمين ويسار إلى هذا تعتبر برايمري ستريس بيرنج اريا. أو ممكن تكون سكندري ستريس بيرنج اريا مثل الروجي اريا والمكزيلاري تيوبروسيتي. زين البرايمري ستريس بيرنج اريا شلون نعرف هاي المنطقة؟ على أي أساس وصفوها إنه برايمري ستريس بيرنج اريا؟ مو مذكورة عندكم بالمحاضرة، لا تعتبرها primary stress bearing area لازم تتوفر بها أربع شروط اللي هي أول شيء compact bone، بعدين يغطي، ثانيا firm mucosa، ثالثا regular sub mucosa، ورابعا أنه اللود أو الفورس تكون عمودية عليه بهاي المنطقة. أي منطقة بالأورال كافيتي توفرت بها هاي الشروط الأربعة تعتبر primary stress bearing area. المنطقة اللي تتوفر بها ثلاثة من أصل أربعة من هذه الشروط تعتبر secondary stress bearing area. زين فهذه معلومة لك. بالنسبة للبلت اعتبرت ال horizontal part من عندها primary stress bearing area. زين نجي على residual alveolar ridge. احنا نعرف كليتنا عندنا maxillary bone ومandibular bone متصل بهم الأسنان، منطقة البون اللي متصلة بالأسنان سميتها alveolar part. لما تنقلع الأسنان تروح من عندي هذا الألفيولار بارت أو الألفيولار بون راح يسمى رسيجوال ألفيولار رج. زين يغطي ميوكوس ممبرين. يقول لك السلوب of the residual ridge consider as a primary stress bearing area. السلوب مالتها أعتبره هذا السلوب اللي منه ومنه يعتبر primary stress bearing area. maxillary tuberosity وشرحنا عليه قبل شوية هي الأريا of the alveolar ridge extend distally from second molar، هذه اللي خلى عليها الدائرة الزرقاء. زين ومثل ما قلنا خلي أصبعك دخل لي فوق ورا آخر سن عندك موجود راح تحس أكو فتشي راوند، هو هذا الهاميلر نوتش. أكو sometimes هذه في حالة مرضية معينة يزيد حجمها يصير بها enlargement، فبهاي الحالة راح تأثر لي على الدنشر إنه الانسيرشن مالت الدنشر يصير صعب عند المريض، ونضطر احيانا حتى ندخل جراحيا حتى نقص التيوبروسيتي او نقلل من عنده، هلا من يصير اوفر سايز يعني الجراحي هنا نحتاجها لما يكون اوفر سايد. مرات بالعكس يصير بيرزوبشن قوي فصاير اندر كات، الاندر كات منطقه اعاقه تمنع المريض يلبس الدنشر، فبهاي الحالات احتاج انه اني اتدخل جراحيا حتى اعدل المكسيلاري تيوبروسيتي. بالوضع العادي لا ما احتاج تدخل جراحي ولازم اغطيه تماما اني بوردة. عندي الروجي اريا
raised area of dense connective tissue in the anterior one third of the palate. لما تخلي لسانك على مقدمة البلت اللي عندك راح تحس أكو في التعرجات بداية البلت. هذه هي اسمها روجي إيريا. هذه فائدتها من رب العالمين إنه الفوكال ساوند يعني تلامس طرف اللسان مع هذه المنطقة تنطيني لفظ صح الأصوات. ونعتبر هذه المنطقة primary stress bearing area. هاي بالنسبة للstress bearing area اللي تتحمل لي القوة. عندي مناطق بالعكس ما أقدر أسلط عليها قوة، يا أما يصير بها resorption أو يعني تأثر على stability مال الدنتشار أو تأذي البيشنت إذا انضغط عليها. فبهاي المنطقة أنا لازم أسوي ريليف، أخفف الحمل عليها. زين شلون أخففها؟ هي عبارة عن إنه الدنتشر بيز أقلل الأكريليك بهاي المنطقة، هي هاي طريقة تخفيف الضغط. الدنتشر مالتك لازم تسوي أنت ديزاين معين بحيث ما يصير ضغط زايد على هذه المناطق. أول وحدة عندي الانسيسيف بابيلا اللي أنا محوطة لكم إياها بالدائرة الحمراء. زين هذه البون اللي جواها أكو بي انسيسيف فورامينا وطالع من عندها النيزوبلاتاين داكت مالتها النيزوبلاتاين نيرفز وفيزل. فإذا أنت تسلط الضغط الزايد على هاي المنطقة راح أول شيء النيرف يسوي عندك ألم، البيشنت يقول لك عندي بيرنينج سنسيشن فالشيء ده يحرقني هناية، والبلاد فيزلز من تضغطها راح يصير مثل اسكيميا هاي المنطقة. فلذلك أنا أفضل أنه أسوي ريليف للدنت هاي المنطقة. وين مكانها؟ صار بتوين تو سنترال انسايزر على الباليتال سايد. زين فمثل ما قلنا لازم أسوي أني ريليف للدنتشر بيز بهاي المنطقة حتى ما أأذي لا النيرف ولا البلد سبلاي. عندي بعد منو؟ الكناين إمينانس. كنا نعرف أنه الكناين عنده أطول جذر بالماوث وأعرض جذر، جذر ما تطويل وكبير جدا. فممكن تنتبه حتى أنت على نفسك لما مكان الروت بارز من تبوع بالميوكوزا، هذا حتى بعد ما ينقلع الكناين يبقى الإمينانس يبقى الارتفاع مالته بالبون موجود ما يروح، وراح يظل كدليل إلي كجايد أستعمله لما أسوي سيتنج للارتيفيشال تيث، لما أسوي أرنجمنت على الدنتشر بيز أرتب الأسنان الصناعية. زين هذا الإمينانس راح يكون جايد إلي يدليني وين المفروض مكان الكناين أخليه يعني. أنا عندي الميديان بلاتاين ريفي. الميديان بلاتاين ريفي موجود اللي هو يغطيني ميديان اللي يغطيني ميديان بلاتاين سوتشر. ميديان بلاتاين سوتشر يا هو أنتوا تعرفون البلات تو شيلفز جزئين يتصلون بالنص بالميد بلاتاين سوتشر، فاللي يغطيها هذا أنا عندي ميديان بلاتاين ريفي. زين امتداده من الانسيسيف بابيلا لحد نهايه الهارد بلت. الميوكوزا عاده هنا تكون فيرملي اتاتش، زين تايتلي اتاتش وثن. الاندرلاينج بون اللي جواها يكون قوي فيري دنس، فاذا صارت هذه المنطقه مرتفعه لانه السوتشر جواها عالي او اكو تورس بلاتينس اللي هي يعني زياده عظميه يسمونها بوني اكزوستوسيس زين موجود هنا، لازم اني اسوي ريليف بالدنتشر جواها حتى ما يمنع يعني اذا اكو شيء مرتفع هنا ترى ولبست المريض انت دنتشر من تحركه من تضغط عليه من جهه اليمين راح يعني كانه ما يتمرجح عليها نسميها روكينج على هاي المنطقه. فلذلك انا اسوي ريليف بالدنتشر بيز حتى امنع هاي الحركه حتى يكون الدنتشر ستيبل. زين عندي الزيجوماتيك بروسيس. الزيجوماتيك بروسيس مات الزيجوماتيك بون بيكم يقولها يقول شعلي وش جابها علي ايش وصلها علي الزيجوماتيك بون، اقول لك لا انت لمن عندك اسنان زيجوماتيك بروسيس بعيده. زيجوماتيك بروسيس اوف ماكسيلا تذكروا الاناتومي وارجع اشوف السكال وشوف الاناتومي اللي بيها. زيجوماتيك بروسيس بعيده عن الاسنان، لكن لمن الاسنان تنقلع ويصير عندك ريزوبشن بالرج الرسيجوال رجب هاي المنطقة منطقة الفيرست مولر تصير قريبة على الزيجوماتيك بروسيس. زين فالضغط هنا راح يضغط على الزيجوماتيك بروسيس ويسوي ألم وين مو بالبروسيس لأن البروسيس هي عظم، يسوي لي ألم بالميوكوزا اللي فوقها هنا اللي مغطيتها، فأحتاج أسوي ريليجر بهاي المنطقة. زين هاي آخر شيء عندي مراجعة بسيطة للأناتوميكال لاند مارك اللي ذكرناها قبل شوية. هذه هي ليبيال فرينا وهذه بكال فرينا،
اللي بيناتهم سويته سميته لابيال فيستيبيول، هذه هاميلار نوتش، بين الهاميلار نوتش بين بكال فرينم عندي بكال فيستيبيول، هاي ماكزيلاري تيوبروسيتي، هاي انسيسيف بابيلا، عندي هذه هي الهارت بلت، هذا جزء الهارت اللي هو اعتبرته برايمري ستريس بيرنج اريا، الروجي اريا هذه التعرجات اللي هنا موجوده، بعد من عندي هذا الريسيدوال رج، الريسيدوال رج هنا موجوده، والميدبلتاين سوتشر هنا، هذا ميدبلتاين سوتشر.